السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم عن Nursing Management of Patient with Hematological Disorder. هناخد مني two main diagnosis: الأنيميا and Hemophilia. ال outline هنتكلم فيها Introduction. هناخد ال two major disorders اللي هما الأنيميا والهيموفيليا. هنتكلم من حيث ال definition, types and etiology, clinical manifestations, ايه ال complications اللي بتعرض ليها ال patient دول, ال management and nursing intervention for these patients. طبعا احنا عارفين ان في blood disorders كتيره موجوده ومنتشره حوالينا زي الانيميا والبوليسيسيميا واللوكيميا والنيتروفيليا نيتروبينيا والليكوسايتوز واللمفوما والمايلوما واللوكيميا وفاريس بليدنج disorders. المانجمنت بتاع الكومن دايجنوز دول ده بيعتمد مني على النيرسينج انترفينشن. وعشان اقدم proper nursing intervention لازم اعمل proper assessment و monitoring للبيشنت دول كويس جدا, معاه كمان meticulous teaching to prevent the deteriorations and complications اللي ممكن تحصل للبيشنت دول. هتكلم دلوقتي عن الانيميا. الانيميا ده معناها عبارة عن الهيموغلوبين concentrations in the blood بيبقى ايه lower than normal, اقل من الطبيعي. طبعا احنا عارفين ان في نورمال رينج للهيموجلوبين في الجسم سواء كان للميل او الفيميل. لو نسبه الهيموجلوبين دي قلت عن النورمال رينج ده معناه ان الشخص ده عنده انيميا. طيب مع ديكريس في الهيموجلوبين ليفل بيبقى في ديكريس طبعا في الار بي سيز. واحنا عارفين ان الار بي سيز دي مهمه جدا في ان هي بتعمل لي ترانسفيرنج للاكسجين تو اول بودي تيشو. فبما ان في هيموجلوبين قليل هيبقى طبعا في ديكريس في الار بي سيز, فبالتالي هيقل الاكسجين اللي واصل لي للخلايا. هنتكلم دلوقتي عن التايبس اند اتيولوجي اوف انيميا. في عندنا ديفرنت تايب اوف انيميا والتايبس وكل تايبس ليه كود. اول تايبس فيها لوس اوف ار بي سيز, ده بيبقى نتيجة ان حصل فيه بليدنج زي في حالات الجاسترونتستينال تراكت بليدنج او بليدنج من اليوترس او من النوز او من الغن. تاني نوع عندي اللي هو انكريز الدستراكشن في ار بي سيز, ده بيحصل في حالات الهايبر سبلينيزم او في حالات السايكل سيل انيميا. لما بيحصل اوفر اكتنج للار ار اي اس اللي هو ريتيكلو اندوثيليال سيستمز, ده عبارة عن خلايا بتتكون من المونوسايتس, دي مسؤولة عن ان هي بتعمل فاجوسايتوز للفورم ماتيريالز وكمان ليها رول في الريجوليشن الاميون سيستم. لما بيحصل اوفر اكتنج ليها او بيحصل ان البومر بيعمل بروديوسنج ابنورمال ار بي سيز زي في حالات السيكل سيل انيميا, التو ميجر كوز دول بيسببوا لي ديستراكشنز للار بي سيز. تالت كاتيجوريز عندي اللي هو نوع الانيميا الناتج من ديكريز البرودكشنز اوف ار بي سيز. طيب ديكريز البرودكشنز اوف ار بي سيز ده من اللي بيتسبب نتيجه ايه؟ ان في عندي ديفيشنسي في الفاكتورز اللي مسؤوله عن تكوين الار بي سيز زي اللي هم فوليك اسيدز وفيتامين بي 12 والايرن اللي مسؤولين عن الاريثروبايوسيس اللي هو تكوين الار بي سيز. دي حاجه. تاني حاجه نتيجه ان بيحصل بون مارو سبريشن زي في حالات التيومرز او بيشنت بياخد ميديكيشنز معينه بتعمل له اميونو سبريسيف والتوكسين. تالت كوز ليها اللي هي لاك اوف اريثروبيوتين, ده بيحصل في حالات الرينال الكرونيك رينال فيلير. يبقى تالت نوع من الانيميا اللي هو ديكريز البرودكشنز اوف ار بي سيز نتيجه ديفيشنسي في الفاكتورز الانكلودد في الاريثروبايوسيس او نتيجه ان بون مارو بيحصل له سبريشنز او نتيجه ان عندي لاك في الاريثروبيوتين. طيب ايه الاعراض اللي بتظهر على المريض ده؟ اول حاجه بيظهر عنده ديسنيا يعني مش قادر ياخد نفسه, شيست بين, ماسلز بين وكرام. ممكن يدخل في حاله فينتنج ان اكزيرشن زي اللي هي السينكوب يعني بيغمى عليه. بيحصل له بيبقى عنده سموز كسور تانج يعني هتلاقي التانج بتاعه فيه بيحصل فيه السرز كتيره وبيبقى فيه بريتل وريجيد ريجيد نيلز. لو جيت على النيل وعملت لها اسسمنت هتلاقيها بريتل يعني ضعيفه وريجيد. وبيحصل كمان ulceration في الكورنر اوف ماوس يعني في التنج في الماوس عندي من جوه. لو عملت physical examination و inspection في الماوس هلاقي فيه corner ulcer.
بيبقى عنده فاتيج ووكنس وجنرال ماليز، ضعف عام في جسمه كله، مش قادر يعمل اي اكتيفيتيز. يبقى في بيرر للسكين والميوكس ممبرين. لو جيت بصيت على الميوكس ممبرين بتاعته هلاقيها لونها بيل، لون السكين بتاعته برضو بيل. بيرورز ده يعني شاحب، لونه مصفر كده، ده نتيجة ان عند البلد سبلاي مش واصل كويس نتيجة ديكريز الار بي سيز. بيبقى فيه عنده جوندس، ده بتبقى مع البيشنت اللي بيبقى عندهم ميكال بلاستيك انيميا او هيمولوتيك انيميا. لو بصيت على التنج هلاقي بيبقى سموز وريد، ده بيبقى في حالة اللي هو نوع الانيميا اللي عنده نتيجة ديفيشنسي ايرن ديفيشنسي انيميا. بيبقى بي في ريد اور سورس، وفي سورس فيه في حالات الميجالو بلاستيك انيميا. ايه الكومبليكيشنز اللي بتحصل للبيشنت دول؟ اول حاجة بيدخل في هارت فيلير، باراسيزيا اند كونفيوجن، وبيدخل في انجينا، سيمتومز اوف هارت فيليرز وزاوت هارتنج ايه ديزيز. المانجمنت، فعند لازم اعمل كوركشنز للكوز، يعني اشوف ايه السبب اللي ادى ليه الانيميا على حسب الانواع اللي احنا قلناها. هل هو destructions في الار بي سيز، ولا decrease في البرودكشنز في الهارت بي سيز، ولا في حصل لوس للار بي سيز. فانا بشوف الكوز ايه وابتدي ايه اعالجه واعمل له كوريكشن. تاني حاجه في حالات السيفير انيميا بعمل ايه؟ بعمل ريبليسمنت للار بي سيز اللي حصل لها لوس او ديستروين، ماشي، عن طريق ان انا بعمل له طبعا بلاد ترانسفيوجن لباكيت اوف ار بي سيز. نيرسينج انترفنشن، وده الرول بتاعنا المفروض افهمه كويس جدا عشان ده شغلي مع البيشنت. اول حاجه بعمل بالانس بتوين الاكتيفيتيز والريست تو سيف الايه الانرجي. زي ما احنا قلنا من ضمن المانيفستيشنز بتاع البيشنت دول بيبقى عندهم ويكنس وفاتيج وجنرالايزد ماليز، فطبعا ده ما بيقدرش ان هو يقوم ايه بكل الانشطه بتاعته، لان بمجرد ان هو بيقوم ويعمل اي اكتيفيتيز هتلاقيه بيحس ببين على طول، ما عندوش اي انرجي تو ميك اي اكتيفيتي. فبالتالي لازم انا اعمل بالانس بتوين الاكتيفيتي والريست ايه بتاع البيشنت عشان تو مينتين الانرجي. تاني حاجه مينتيننج ادكوت نيوتريشن، ده طبعا من خلال ان انا بدي ستيتشنج للمريض ياخد باله او من الدايتس اللي هو بياخدها، وتكون دايت ريتش بالايرن عشان تساعد في البروتكشنز للار بي سيز. طبعا كلنا عارفين ايه هي الدايتس الغنيه الريتش بالايرن، زي البدنجان، العسل، الكبده، الجرين ليف فيجيتابلز، الابلز، اي نيوترون سبستانس او اليمنت انا بعمل لها. لو عملت لها كاتنج ولقيت فيها بعدها لو سبتها فتره في الهواء دي معناها ان هي فيها ايه ايرن، بس طبعا بتبقى بنسب ايه متفاوته. فانا اركز على الحاجات اللي بيبقى فيها كميات كبيره زي السبانخ، الجرين ليف فيجيتابلز، في عند الليفرز، في عند العسل الاسود، في عند الابلز والبنانه، دي الحاجات دي بيبقى فيها ايرن كتير. خلاص، تاني حاجه بادفايز البيشنت تو افويد الكحول، اخليه يبعد عن الكحوليات اللي هو ايه بياخدها. اديله دايت سبلمنتيشنز ليه للحاجات اللي هو بيبقى عنده ديفيشنسي فيها، وكمان بتساعد في البرودكشن للار بي سي زي الفيتامينز والايرن والفولات. طيب ايه كمان اخد بال الفيتامينز؟ في عندي من فيتامين سي، ده بيساعد على الابسوربشن بتاع الايرن، فلازم الناس اللي بتاخد ايرن تاخد معاها فيتامين سي. وادي له كمان فيتامين بي 12 اللي هو الفوليك اسيد، ده برضو بيساعد في البرودكشن اوف ار بي سي. ايه كمان بعمل ريبليسنج لللوس فوليوم ثرو بلاد ترانسفيوجن، يعني انا لو حصل الانيميا نتيجه للهيموريج لازم انا اعمل بلاد ترانسفيوجن. بروفايد اوكسجين ثيرابي في حالات النسيسري، لو هو بيحصل له سينكوب وعنده الار بي سي سيفير ديستراكشنز في الار بي سي يبقى محتاج لي اوكسجين ثيرابي. مونيتور فيتال ساينس كلوزلي، ومونيتورنج اند مانجنج الكوميونيكيشنز اللي بتظهر على المريض عشان ما يحصلش ديتيريشنز في الحاله بتاعته. تاني ديس اوردرز عندنا اللي هو الهيموفيليا، ده عباره عن مجموعه من الكونجينيتال كواجوليشن ديس اوردر، ده بتظهر في ديفيشنسي ومال فانكشن اوف سبيسيفيك كلوتينج فاكتورز. يعني هو عبارة عن كونجنتال، كونجنتال يعني ايه؟ يعني حاجة وراثية، ملوش دخل
هو بيبقى مولود بيها نتيجة ايه؟ ان بيحصل فيه بيبقى عنده deficiency او malfunction في specific clotting ايه factors. واحنا عارفين clotting factors دي مسؤولة عن ان هي بتمنع حدوث ايه النزيف. فلو هو عنده deficiency فبالتالي هيبقى عنده liability for hemorrhage. دلوقتي هنتكلم عن cause of hemophilia. hemophilia ده linked بال X chromosome conditions. طيب اللي بيسبب لي الهيموفيليا دي فاكتور 8 deficiency في فاكتور 8 and 9 اللي موجود على ال X chromosome. فعشان كده بيبقى لها علاقة وطيدة جدا بالميل اكتر من الفيميل. ماشي؟ فهي بتأفكت من لي اللي هو مين؟ الميلز. طيب الميل ده اللي هو عنده هيموفيليا اساسا الاجيال اولاده او النسل بتاعه خاصة الدوترز هي تبقى مر لابلتي ان يحصل لها هيموفيليا اكتر من الصن. يعني البنات تبقى عرضة اكتر ان هي تورث الهيموفيليا من باباها اكتر من الولاد. طيب البنت دي بقى لما تتولد بعد كده بيبقى عندها بتبقى أو اولادها عندهم ريسك فور ديفولبينج هيموفيليا بنسبة 50% يتورثوهم من مين؟ من مامته. يعني هي بتبقى كاريرز فور الكروموزومز المسؤول عن الهيموفيليا. الاعراض اللي بتظهر على البيشنت اللي عندهم هيموفيليا اول حاجه بيحصل لهم هيماتوما from subcutaneous and intramuscular bleeding. يعني بيحصل لهم bleeding والبليدنج ده بيعمل لهم ايه؟ هيماتوما تجمع ده بيبقى من اللي في السبكتينيوس والانتراماسكولار ايه سايتس. طيب تاني حاجه تيشو اوفر بليدنج سايتس از هارد اند بيبقى هارد وريزد اند دارك بيربل. يعني الخلايا اللي فوق المكان اللي فيه بليدنج بتبقى ايه هارد بتبقى عاليه عن مكانها ماشي بيبقى لونها غامق. الهيموريج بيحصل اكستند فروم من السنتر وبيزيد على الديامترز اللي ايه اللي حواليه. الانتراماسكولار بليدنج بيحصل له بيسبريد حوالين الانجل اللي حصل فيها انجكشن. يعني انا عمل حطيت انجكشن للبيشن في الدلتويد ماسلز هلاقي في بليدنج فين في around site of injection في الدلتويد muscles. يبقى في fever و pain ده بيحصل بيبقى معاه او بيبقى associated with or without skin discoloration. يبقى عندي fever و pain ويبقى يكون معاها skin discoloration او ممكن ميبقاش موجود. يبقى في frank or occult hematoma ويبقى في ميلينا اند هيماتيمسز. يعني بقى في بلاد في الستول او البيشنت ده بيفومت ايه بلاد او ممكن الاقي في بلاد كمان عندي في اليورين. يبقى عنده بليدنج من كل الاورفيسز بتاعته. اكسسيف بليدنج انت يومر لو اتخبط بيحصل له ايه اكسسيف بليدنج. بليدنج بيبقى ده بيبقى في الاول بيبقى انترميتنت اوزنج. انترميتنت يعني بمعنى وقتي بتديفلوب over several hours or days after injury or procedures. يعني لو عملت له اي intervention invasive intervention في البودي بتاعه فبيحصل له intermittent oozing بياخد على بياخد several days or hours لحد ايه لحد ما يحصل له stopping. عشان كده بيبقى عنده هيماتوما في outside of injection. الوند هيلينج بتاعته بيحصل له ديلي. ليه؟ لانه هو هيأثر له على البلاد سبلايز اللي واصل له ليه المكان اوف سيرجري فبالتالي هيحصل له ديلي اوف هيلينج. باقي المانيفستيشنز اللي بتظهر على المريض ده جوينت بين وده بيحصل مع الموفمنت وبيبقى فيه سويلينج. بيحصل له كمان اكيوت هيماروساروزيس ده بيبقى معاها وورمس وتنجلينج سنسيشن في الافكتد جوينت. يبقى فيه كرونيك انفلاميشن للسينوفيال ممبرين وبيبقى عنده امبيرد جوينت موبيليتي مبيبقاش قادر ان هو يحرك الجوينت بتاعته وبيبقى فيه بون ديفورميتي يعني عيوب خلقيه في البون وديمينراليزيشنز يعني البون دنسيتي كثافه العظام عنده بيحصل لها ايه بتقل. 40% من البيشنت اللي بيبقى عندهم هيموفيليا بيحصل لهم سبلينوميجالي. سبلينوميجالي يعني تضخم في السبلين بتاعهم
وممكن بعد كده يدخل في splenic rupture. How to diagnose الهيموفيليا؟ اول حاجة بعمل genetic testing، بعمل assay factors الفاكتور 8 و 9 and 10 and 11، وبعمل coagulation studies خاصة بي تي والبي تي تي والبريتليك كاونت، بشوف البروسترون بين تايم، وبعمل اكس راي لو في عندي هيموراجيك جوينت، بعمل سيتي سكان وام ار اي. الميديكال مانجمنت بعمل انفيوجن لفريش فروزن بلازما، بديله بلازما وبديله فاكتورز 8 و 9 وعلى حسب اللي هي الايه الافيلابيلتي اوف 7. بعمل له حاجه اسمها امينو كاربيك اسيد واديله انالجيسيك، ده عشان ريليف البين الموجود اللي بيبقى اسوشيتد مع هيموريجيك جوينت اند هيمات. نيرسينج انترفينشن، معظم البيشنت اللي بيحصل لهم هيموفيليا بيبقوا تشيلدرن، فعشان كده لازم انا اديهم تيتشنج كويس اباوت هاو تو ريستريكت سام اكتيفيتيز ذات مي ليد تو هيموريج. اعلمه ازاي هاو تو ميك سيلف كير ميجرمنت، هاو تو مينتين السيفتي ات هوم اند ورك بليس تو بريفنت الهيموريدج، وافويد اني ايجنت انترفير مع البلاتلت اجريجيشن زي الاسبرين، زي لو هما بياخدوا اي حاجه بتزود لي او بتعيق البلاتلت اجريجيشن احاول ان هو ايه يقللها. كمان اعلمه ازاي هاو تو دو دنتال هايجين، بمعنى ان هو يجيب فرشه اسنان تكون ناعمه متبقاش ناشفه عشان ما يتزودش الليابيلتي فور هيموريدج. لو حصل بليدنج لازم يعمل بريشر بروبرلي اباف سايت اوف بليدنج عشان ما يزودش نحصل نسبه البليدنج. لو في عنده نيزل بليدنج ما يعملش النيزل باك، لان بعد ما يشيل النيزل باك دي هيرجع تاني البليدنج، فما يحبسش ان هو يعمل نيزل باك ويز نيزل بليدنج. لو في جوينت بين اور هيموريج يستحسن ان هو يستعمل حاجه اسمها سبلنت اور سيفيتك ديفايس، دي بتقلل الماسلز تنشنز او البينز اللي بيبقى فيه الجوينت الاسوشيتد مع الهيماتوما او الهيموريج اللي بيحصل. لازم نعمل كلوز اوبزرفيشن وسيستميك اسيسمنت للبيشنت ده، خاصه في الايمرجنت كوميونيكيشن لو دخل في ريسبيراتوري ديستريس او الكونشس ليفل بتاعه بعد ستيربيد. افتر سيرجري لازم اخد بالي من سايت اوف سيرجري وابص عليه واعمل له اوبزرفيشن كويس، هل في بليدنج ولا مفيش، ولو في بليدنج ما اشيلش الدريسنج واحط دريسنج تاني فوق اللي موجود واعمل بريشر لحد ما يستوب البليدنج، وبعد كده اغير اعمل تشينجنج للدريسنج الموجود. باخد لازم نعمل مونيتورنج للفيتال ساينس بتاعه المريض، خاصه في حالات البليدنج لحد ما بيرجع تاني للنورمال رينج لو هو بوست اوبرتيف وحصل له انترا اوبرتيف بليدنج او بوست اوبرتيف بين. بديله انالجيسيك طبعا عشان البين والهيماتوما اللي بتحصل في الجوينت، ممكن اعمله وورم باث عشان بروموت ريلاكسيشن وبيحسن الموبيليتي وكمان بيقلل البين اللي البيشنت بيحس بيه. واثناء البليدنج طبعا بافويد اني هيت ابليكيشنز على المكان اللي فيه بليدنج عشان مع الهيت ابليكيشنز بيزود لي البليدنج. كومبليكيشنز اللي بتحصل للبيشنت دول بيحصل لهم بريفرال نيوروباثي وبين كومبرومايزد اير واي ماسلز اتروفي اسكيميا جانجرين هيمو ارثرايتس وبليدنج للجوين ساينوفيال كافيتي وجوينت ديفورميتي لايف ثريتنينج هيموريدج ممكن تؤدي الى تحصل within 1 minute. ميجر ارت. ثانك يو.